السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وقعت مشادة وخناقة بين عبدالله السعيد وعلي جبر بسبب هدف مصطفى فتحي في مرمى بيراميدز. وقعت المشادة بين لاعبة بيراميدز عبدالله السعيد وعلي جبر مدافع الفريق خلال مواجهة سموحة في الدوري على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 9 لمسابقة الدوري، في مواجهة مثيرة جدا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وجاء خلاف عبدالله السعيد مع علي جبر بعد هدف التعادل الذي سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 39 بعد أقل من دقيقة من تسجيل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز. وكانت المشكلة بسبب مراوغة مصطفى فتحي لعلي جبر وتسبب علي جبر في هدف التعادل أحرزه مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق في مرمى بيراميدز. وكانت مشادة بين اللاعبين تدخل فيها عمر جابر وشريف إكرامي وأحمد فتحي نجوم الفريق. نتمنى يكون في روح رياضية بين لاعبي بيراميدز، فريق الطموح لازم يكون عندهم طموح أكبر من كده وما يتخنقوش مع بعض. ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.